اختتمت اليوم بصفاقس فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الشبابية التابعة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقد تواصل هذا المؤتمر على مدى 3 أيام بمشاركة 70 مؤتمرا وبحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب التكتل. تناولنا قضايا على مستوى الاقتصاد، تناولنا قضايا على مستوى الفساد المالي سواء في مستوى تبييض الأموال أو القانون هذا اللي باش يخرجوا به بتاع تبييض الأموال. ناقشنا زاد المنظومة التعليمية اللي معناها جعلت الفكر أن الإنسان يحمل أفكارا لا يعرف عنها شيء. ناقشنا عدة لوائح منها سياسية اللي ركزنا عليها برشا على خاطرنا توا على أبواب انتخابات بلدية والمجلة مازلت ما حضرتش. ناقشنا الحقوق والحريات اللي مازلنا معناتها لحد الآن برشا حاجات مازلت ما تفعلتش وما مشاوش كما معناتها حبينا نحن. هذا وشهد المؤتمر انتخاب المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للمنظمة والمتكون من 13 عضوا، إضافة إلى المصادقة على نظامها الداخلي بعد تنقيحه. احنا تويك في إطار الانتخابات وفي إطار المؤتمر هذا ننتخبوا تويك لرئاسة المجلس الوطني، وهي خطة جديدة عملناها المرة هذه، وباش ينبثق مجلس وطني كذلك، وباش ينبثق عليه مكتب تنفيذي فيه تركيبة بالتناصف سواء في أي حكاية. عندنا احنا نؤمن بالتناصف بين الإناث والذكور، التركيبة هذه هي اللي باش تأخذ المشعل وباش تسير المنظمة. وفي الختام شعارنا هو جيل جديد سياسة جديدة، وإني مانيش مسامحة، والشباب الاشتراكي الديمقراطي ماهوش مسامح. منظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي هي عضو في الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي واتحاد الشباب الاشتراكي العربي، ومن أهم أهداف مؤتمرها هذا هو تفعيل دور الشباب في اتخاذ القرارات وبناء تونس الجديدة ما بعد الثورة.